سو سيدنا صباح عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد. الفيديو ديال اليوم غادي يكون قصير، بغيت نتكلم فيه فقط على واحد الموعد اللي فات لي شرط لي او اللي عندي في انستغرام، عارف علاش غادي نهضر في هذا الفيديو هذا. بغيت نضرب لكم موعد نهار 21 في الشهر، غادي نمشيو نتفرجوا في الماتش ديال بدر هاري ضد ريكو. الماتش ربما اللي غادي يكون الاخير بالنسبه لبدر هاري على حساب ما تيقولوا الناس. بغا ينتقم فيه ريكو، نتمنى انه يربح الماتش. صراحه شاعلة هذه يامات هذه في لي ميديا على حساب الماتش، ديري لي اشهار مزيان داكشي علاش حتى الناس كثار تيتكلموا عليه. ولي تيكي خديت لي تيكي تقريبا عندي 4 شهور باش خديناهم، النهار ديال لي تيكي تقريبا مع 10 الصباح فتحوا البيع، 10 وشي 10 دقائق هكاك دخلت نشري لقيت كلشي تباع. يلا بقاو غير شي بلايص، خديت شي بلايص مفرقين، غادي نمشي انا والاخ ديالي وانا تنشري البلايص و تيبان لي البلايص تيطيرو، تيكون واحد النقيطات تيطفاو، دونك راه شي واحد خداهم. ما بقاوش نهائيا، تباعو في ذاك الصباح تقريبا 11 الصباح، من بعد ساعه ما بقات حتى بلاصه نهائيا. خدينا حنا تيكي، ما كاينش لي تيكي دوك اللي قراب شويه للمنصه، كاينين اللي قراب كاع للمنصه غاليين بزاف، لقيت بديم 8000 اورو. خدينا حنا تيكي الفوق شويه، مهم هو اننا نشجعو. هاد اليامات هادي تنطل على 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 الثمن ديال لي بيي، تلقى البيي واصلين التيكي اللي خدينا حنايا، خديناه نورمالمون ب 75 اورو تقريبا شي 750 درهم، لقيناه في المارشي نوار تتباع هذيك ديال 75 اورو دايره 300 اورو تقريبا 3000 درهم. باش تعرف الماتش فين واصلين لي تيكي ديالو. وشنو اخر حنا، انا علاش نقول لكم هكا، باش حيت غادي نمشي للماتش غادي نصوروا الكواليس ديالو، ضروري غادي يكونوا مغاربه كثار حيت الماتش غادي يتلعب في هولندا، وكيف تعرف الجميع ان هولندا فيها واحد الجاليه مغربيه كبيره، من بين اكبر الجاليات المغربيه كاينين في هولندا، زياده على بزاف ديال المغاربه اللي غادي يجيو من بلايص اخرين، كاين اللي يجيو من المغرب، كاين اللي يجي من دول ديال اوروبا. المهم غادي نحاولوا نصوروا نشوفوا الكواليس على الاقل برا الملعب، نشوفوا الا كان مسموح انني ندخل الكاميرا كبيره في الملعب نصوروا الداخل. ليفينمون غادي يبدا مع 6 او ديال 4 ديال العشيه، والماتش ديال بدر هاري غادي يكون مع 11 ديال الليل، دونك غادي يبدا يتلعبوا ماتشات ديال دري صغار ولا دي كاتيجوري اخرين غادي يبدا يتلعبوا. او الماتش او الزبده ديال ليفينمون كامله غادي تكون مع 11 الليل. متحمسين بزاف، اول مره غادي نشوف بدر هاري، اول مره غادي نتفرج شي ماتش ديال بدر هاري، فلهذا السبب متحمس نشوف الماتش ديال بدر هاري، وبطبيعه الحال باغي انه يربح لانه ولد بلادنا، هذه اول حاجه. ثاني حاجه واحد السيد اللي يستاهل، للاسف خسر المره فايته ضد بدر هاري لسبب بسيط، انه هو انه تضرب ديك توعت من الكتف ديالو، اما كان هو غادي يربحو ديك الساعه تفرجنا كنا تنتفرجوا في الانترنت، وهذه صعيب باش تلقى دوك الماتشات في الاذاعات الاخرين. وبطبيعه الحال بحال جميع المغاربه اللي غادي يكونوا تمايا داين الرايه المغربيه غادي يمشيو يشجعوا بدر هاري. خويا الا كنتي تشوف هذا الفيديو هذا، واخا صعيب باش صعيب باش يكون بدر هاري تتفرج في هذا الفيديو هذا، ولكن
الى داك الاحتمال ديال 1 أو 0.001% شاف بدر هاري هذا الفيديو. هذا بدر هاري خويا، حنا تنتمنوا لك كل التوفيق، وبغينا داك النهار تشرفنا وتعطي الريكو عليه شي عقل باش ما عمرو يعاود يحل فمو لا في انستغرام لا في لي زانترفيو. تهلا لي فيها خويا، تهلا لي فريكو مزيان. 21 ديسمبر my bro. 21 ديسمبر. Yeah, what's gonna happen? What's gonna happen? 21 ديسمبر bro. You will see my friend. تعرف هولنديين اللي متبعهم صراحه في انستغرام، ما تعرفهم ما تعرفوني، تعرفهم غير من خلال انستغرام. هولنديين زعما حرين وتيحماقوا عليك اخويا بدر هاري. انت يا صراحه احنا نكونوا معاك بالقلب وغادي نكونوا حاضرين معاك في التيران، والله يوفقك ان شاء الله والمغاربه كاملين معاك. يلا نضرب لكم موعد ان شاء الله نهار 21 في الشهر. اللي بغى يشوف شي حاجه على المباشر او لا سميتو يدخل الانستغرام ديالي، غادي نحاول نحط ستوريات شويه مولف. انا تنحط ستوريات بعد المره تيقول لي صحابي راه تزيد فيها صاحبي بزاف داكشي تحط. المهم ستوريات نحاول نحطهم، الفيديو ما غاديش يبان داك النهار، نهار 21 في الشهر بطبيعه الحال ما يمكنليش ندير مونتاج داك النهار. الكواليس او الفيديو اللي غادي نصور غادي يبان من بعد. المهم اللي بغى يشوف شي حاجه في ديك الوقيته يدخل عندي انستغرام، غادي نبدا نحط ستوريات او لا نقدر نشوف اذا كانت الانترنت مزيانه غادي نقدر ندير لايف ونشوفوا فيديو وديو مع بدر هاري. اوكي يلا تهلاو لي فراسكم، السلام عليكم.